يجد معظم الناس صعوبة في استيعاب العلم الحديث لأن لغته الرياضية صعبة الفهم على عقولنا، وغالبا ما تتناقض نتائجها مع البداهة. كم عدد الذين يفهمون حقيقة ميكانيكا الكم أو بيولوجيا الخلية أو الاقتصاد الكلي من أصل 7 مليارات شخص في العالم؟ يتمتع العلم مع ذلك بهيبة هائلة بسبب القوى الجديدة التي منحنا إياها. قد لا يفهم الرؤساء والجنرالات الفيزياء النووية، لكنهم يفهمون جيدا ما يمكن أن تفعله القنابل النووية. نشر فرانسيس بيكون في سنة 1620 ميلادية بيانا علميا بعنوان الأداة الجديدة، جادل فيه أن المعرفة قوة، والتجربة الحقيقية للمعرفة ليس فيما إذا كانت صحيحة بل ما إذا كانت تمكننا. يفترض العلماء عادة أنه لا توجد نظرية صحيحة بنسبة 100%، بالتالي تعتبر الحقيقة اختبار ضعيف للمعرفة، والاختبار الحقيقي هو الفائدة. فنظرية تتيح لنا القيام بأشياء جديدة تشكل معرفة. وفر العلم لنا وعلى مر القرون العديد من الأدوات الجديدة، بعضها أدوات عقلية مثل تلك المستخدمة للتنبؤ بمعدلات الوفيات والنمو الاقتصادي. والأهم من تلك الأدوات التقنية، فالرابط بين العلم والتقنية قوي جدا إلى درجة أن الناس اليوم يخلطون بين الاثنين. نحن نميل إلى الاعتقاد بأنه من المستحيل تطوير تقنيات جديدة بدون البحث العلمي، وأن هناك أهمية ضئيلة في البحث إذا لم تنتج عنه تقنيات جديدة. العلاقة بين العلم والتقنية ظاهرة حديثة جدا في واقع الأمر. كان كل من العلم والتقنية حقلين منفصلين تماما قبل سنة 1500 ميلادية، وكانت فكرة ثورية حين ربط بيكون بينهما في أوائل القرن 17. وخلال القرن 17 و18 تقوت هذه العلاقة، لكن ربطهما بإحكام معا لم يتم إلا في القرن 19. فحتى في سنة 1800 ميلادية لم يهتم معظم الحكام الذين يرغبون بجيش قوي، ولا معظم أصحاب الثروات الذين يبحثون عن أعمال ناجحة بتمويل البحث في الفيزياء أو علم الأحياء أو الاقتصاد. لا أقصد الادعاء بعدم وجود استثناء لهذه القاعدة، إذ يمكن لمؤرخ جيد أن يجد سابقة لكل شيء، لكن حتى أفضل المؤرخين يعرف أن هذه السوابق كانت مجرد فضول يشوش الصورة الكبرى. بشكل عام، فإن معظم الحكام ورجال الأعمال ما قبل العصر الحديث لم يمولوا أبحاثا تدور حول طبيعة الكون من أجل تطوير تقنيات جديدة، ولم يحاول معظم المفكرين تحويل نتائجهم إلى أدوات تقنية. مول الحكام المعاهد التعليمية التي كانت موكلة بنشر المعرفة التقليدية من أجل دعم النظام القائم. قام الناس هنا وهناك بتطوير تقنيات جديدة، لكن هذه أنشئت عادة بواسطة حرفيين غير متعلمين مستخدمين التجربة والخطأ، وليس بواسطة علماء يستخدمون البحث العلمي المنهجي. صنع مصنع العربات نفس العربات من نفس المواد سنة بعد أخرى، ولم يضع جانبا نسبة مئوية من أرباحه السنوية من أجل البحث وتطوير نماذج عربات جديدة. تحسن تصميم العربات في بعض الأحيان، لكن ذلك حدث عادة بفضل براعة بعض النجارين المحليين
الذين لم يضعوا قدمهم في جامعة ولم يعرفوا حتى كيف يقرؤون. ينطبق هذا على الجمهور كما ينطبق على القطاع الخاص. ففي حين تدعو الدول الحديثة علمائها لتقديم حلول في أغلب المجالات التي تمس السياسة الوطنية، من الطاقة إلى الصحة إلى التخلص من النفايات، فإن الممالك القديمة نادرا ما فعلت ذلك، ويظهر التفاوت بين الماضي والحاضر بشكل جلي في الأسلحة. فحين حذر الرئيس المنتهية ولايته دوايت إيزنهاور في سنة 1961، حذر من القوة المتنامية للشبكة الصناعية العسكرية، أخرج من معادلة السلطة. كان ينبغي عليه أن ينبه بلده إلى الشبكة العلمية الصناعية العسكرية، لأن حروب اليوم هي منتج علمي. تبادر قوات العالم العسكرية بالبحوث العلمية والتطور التقني، وتمولها وتوجه جزءا كبيرا منها. عندما تعثرت الحرب العالمية الأولى وأصبحت حرب خنادق لا نهاية لها، استدعى الطرفان العلماء لكسر الجمود وإنقاذ الأمة. استجاب الرجال ذوي المعاطف البيضاء، وتدفق من المختبرات سيل مستمر من الأسلحة العجيبة الجديدة، طائرات مقاتلة وغازات سامة ودبابات وغواصات وبنادق آلية. أدى العلم دورا أكبر بكثير في الحرب العالمية الثانية في أواخر سنة 1944. كانت ألمانيا تخسر الحرب وهزيمتها وشيكة. قبل عام من ذلك أطاح حلفاء الألمان الإيطاليون بموسوليني واستسلموا للحلفاء، لكن ألمانيا ظلت تقاتل. وعلى الرغم من أن الجيوش البريطانية والأمريكية والسوفيتية كانت تضيق عليهم الخناق، فإن أحد الأسباب وراء أن الجنود الألمان والمدنيين لم يعتقدوا أنهم فقدوا كل شيء هو أنهم آمنوا بأن العلماء الألمان كانوا على وشك عسك المسار باستخدام ما سمي بالأسلحة المعجزة، مثل صاروخ V2 والطائرة النفاثة. بينما كان الألمان يعملون في الصواريخ والنفاثات، نجح مشروع مانهاتن في تطوير قنابل ذرية. وفي الوقت الذي كانت فيه القنبلة جاهزة، في أوائل أغسطس سنة 1945، كانت ألمانيا قد استسلمت بالفعل، لكن اليابان كانت ما تزال تقاتل. وكانت القوات الأمريكية تستعد لغزو جزرها الرئيسية. تعهد اليابانيون بمقاومة الغزو والقتال حتى الموت، وكان هناك كل الأسباب للاعتقاد أنه لم يكن تهديدا فارغا. أخبر الجنرالات الأمريكيون الرئيس هاري أسترومان أن غزو اليابان سيكلف أرواح مليون جندي، وسوف يطيل أمد الحرب إلى سنة 1946. قرر ترومان أن يستعمل القنابل الجديدة، وبعد أسبوعين وقنبلتين ذريتين استسلمت اليابان من دون شروط وانتهت الحرب. غير أن العلم لا يقتصر فقط على الأسلحة الهجومية، فهو يقوم بدور رئيس كذلك في دفاعاتنا. يعتقد العديد من الأمريكيين هذه الأيام أن حل الإرهاب تقني وليس سياسيا. امنح ملايين أخرى لصناعة تقنية النانو وحسب كما يعتقدون، وسيمكن للولايات المتحدة حينها إرسال ذباب تجسس إلكتروني حيوي إلى كل كهف أفغاني وكل معقل يمني وكل معسكر في شمال إفريقيا. وبمجرد فعل ذلك لن يكون ورثة أسامة بن لادن قادرين على صنع كوب من القهوة من دون أن تمرر ذبابة تجسس وكالة المخابرات المركزية هذه المعلومات الحيوية إلى مقرها في لانجلي. وخصص ملايين أكثر لبحوث الدماغ، وسيزود كل مطار حينها
بماسحات ضوئية فائقة التطور يمكنها أن تتعرف فورا على الأفكار الغاضبة والحاقدة في أدمغة الناس. هل ستعمل حقا؟ من يدري؟ هل من الحكمة تطوير ذباب إلكتروني حيوي وماسحات قارئة للأفكار؟ ليس بالضرورة. وأيا كان الأمر، فبينما تسمع هذا الكلام فإن وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بضخ ملايين الدولارات في تقنية النانو ومختبرات الدماغ للعمل على هذه الأفكار وأفكار من هذا القبيل. يعتبر هذا الهوس بالتقنية العسكرية من الدبابات إلى القنابل الذرية وذباب التجسس ظاهرة حديثة بشكل مذهش. فحتى القرن التاسع عشر كانت الغالبية العظمى من الثورات العسكرية نتاج تغيرات تنظيمية لا تقنية، حين تقابلت حضارات غريبة عن بعضها لأول مرة أدت الفجوات التقنية بينهم أحيانا دورا هاما. لكن حتى في مثل هذه الحالات لم يفكر إلا القليل من الناس في خلق مثل هذه الفجوات أو توسيعها عن قصد. لم تصعد معظم الإمبراطوريات بفضل السحر التقني، ولم يهتم حكامها كثيرا بالتطوير التقني. لم يهزم العرب الإمبراطورية الساسانية بفضل الأقواس أو السيوف المتطورة، ولم يكن لدى السلاجقة ميزة تقنية أفضل مما عند البيزنطيين، ولم تغزو المغول الصين بمساعدة بعض الأسلحة المبتكرة. في الواقع تمتع المهزومون في كل هذه الحالات بتقنية عسكرية ومدنية أكثر تفوقا. يعد الجيش الروماني مثالا جيدا على وجه الخصوص، كان الجيش الأفضل في عصره، ومع ذلك ومن الناحية التقنية لم يكن لروما أفضلية على قرطاج، أو مقدونيا أو الإمبراطورية السلوقية، وإنما كمنت ميزتها في التنظيم الكف والانضباط الصارم والاحتياطات الضخمة من الأفراد. لم يؤسس الجيش الروماني أبدا قسم بحث وتطوير، وبقيت أسلحته على حالها تقريبا لقرون. فلو برزت جحافل شيبيو إيميليانوس الجنرال الذي سوى مدينة قرطاج بالأرض وهزم النومنتيين في القرن الثاني قبل الميلاد، لو برز فجأة بعد 500 سنة في عصر قسطنطين الكبير، فسوف تكون لدى شيبيو فرصة جيدة لهزيمة قسطنطين. تخيل الآن ما سيحدث لجنرال من العصر الحديث المبكر مثل ألبرخت فون فالونشتاين قائد قوات الإمبراطورية الرومانية المقدسة في حرب 30 سنة. لو أنه قاد جيشه من حملة البنادق وحملة الأسهم والفرسان ضد كتيبة من حرس الجيش الأمريكي المعاصر، كان فالونشتاين تكتيكيا بارعا وكان رجاله محترفين بارعين، لكن مهاراتهم ستكون عديمة الفائدة في مواجهة الأسلحة الحديثة. كان الحال في الصين القديمة كما كان في روما، فلم يعتقد معظم الجنرالات والفلاسفة أنه من واجبهم تطوير أسلحة جديدة. كان أهم اختراع عسكري في تاريخ الصين هو البارود، ومع هذا وعلى حد علمنا اخترع البارود عن طريق الصدفة من قبل الخيميائيين الطاويين الباحثين عن إكسير الحياة، وتخبرنا استخدامات البارود اللاحقة بالكثير. فلربما اعتقد المرء أن الخيميائيين الطاويين كان في مقدورهم أن يجعلوا الصين سيدة العالم. في الواقع استخدم الصينيون المركب الجديد بشكل أساسي في الألعاب النارية، فحتى مع انهيار إمبراطورية سونغ في مواجهة غزو المغول لم يؤسس أي إمبراطور مشروع منهاتن قاروسطي لإنقاذ الإمبراطورية من خلال اختراع سلاح مدمر. لم تصبح المدافع عاملا حاسما في ساحات القتال في أفرو آسيا
إلا في القرن الخامس عشر فقط، أي بعد حوالي 600 سنة من اختراع البارود. لماذا استغرق الأمر وقتا طويلا حتى استخدمت الإمكانات المدمرة لهذه المادة عسكرية؟ لأنه ظهر في عصر لم يعتقد فيه الملوك أو العلماء أو التجار أن تقنية عسكرية جديدة يمكن أن تنقذهم أو تجعلهم أغنياء. بدأ الوضع بالتغيير في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، غير أنه مرت 200 سنة أخرى قبل أن يبدي معظم الحكام اهتماما بتمويل بحث وتطوير أسلحة جديدة. استمرت اللوجستية والاستراتيجية في أن يكون لهما تأثير أكبر على نتائج الحروب من التقنية، فكانت الآلة العسكرية لجيش نابليون التي سحقت جيوش القوى الأوروبية في أوسترليتز سنة 1805 مسلحة تقريبا بنفس الأسلحة التي استخدمها جيش لويس السادس عشر. كان لنابليون نفسه على الرغم من كونه رجل مدفعية اهتماما ضئيلا بالأسلحة الجديدة، على الرغم من أن العلماء والمخترعين حاولوا إقناعه ليمول تطوير آلات طيران وغواصات وصواريخ. لم يتداخل العلم والصناعة والتقنية العسكرية إلا مع ظهور النظام الرأسمالي والثورة الصناعية. وبمجرد أن تأسست هذه العلاقة فإنها غيرت العالم بسرعة. مثالية التقدم. لم تؤمن الحضارات البشرية بالتقدم إلا بعد ظهور الثورة العلمية. ظنوا أن العصر الذهبي كان في الماضي وأن العالم كان راكدا إن لم يكن يتدهور. وربما يرجع الالتزام الصارم بحكمة العصور الأيام الخوالي الجيدة. ويمكن تصور أن البراعة البشرية قد تحسن هذا أو ذلك من أوجه الحياة اليومية، بيد أنه اعتبر مستحيلا أن تتغلب معرفة الإنسان على المشاكل الأساسية في العالم. فإذا لم يتمكن محمد ويسوع وبوذا وكونفوشيوس الذين عرفوا كل شيء يمكن أن يعرف، إذا لم يتمكنوا من أن يقضوا على المجاعة والمرض والفقر والحرب في العالم، فكيف نتوقع أن نفعل نحن ذلك؟ يعتقد العديد من المتدينين أنه في يوم ما سيظهر المسيح وسينهي جميع الحروب والمجاعات وحتى الموت نفسه. لكن فكرة أنه يمكن للبشرية أن تفعل ذلك من خلال اكتشاف معرفة جديدة واختراع أدوات جديدة كانت أسوأ من السخف، كانت غطرسة. علمت قصة برج بابل وقصة إيكاروس وقصة غوليم وعدد لا يحصى من الأساطير الأخرى، علمت الناس أن أي محاولة لتجاوز حدود الإنسان ستؤدي حتما إلى خيبة أمل وكارثة. عندما اعترفت الثقافة الحديثة أن هناك الكثير من الأشياء المهمة التي تجهلها، وعندما تزاوج هذا القبول بالجهل مع فكرة أن الاكتشافات العلمية يمكنها أن تمنحنا قوى جديدة، بدأ الناس يفكرون في أن التقدم الحقيقي قد يكون ممكنا برغم كل شيء. فحين بدأ العلم بحل مشكلة غير قابلة للحل بعد أخرى، اقتنع الكثيرون بأن البشرية يمكنها التغلب على أي مشكلة وعلى كل مشكلة من خلال الحصول على معرفة جديدة وتطبيقها. فلم تكن الأمراض والفقر والحروب والمجاعات والشيخوخة والموت مصير البشرية المحتوم، بل كانت ببساطة ثمار جهلنا. يعد البرق مثالا مشهورا على هذا. آمنت العديد من الحضارات أن البرق كان مطرقة إله غاضب يستخدمها لمعاقبة الخطاة. في منتصف القرن الثامن عشر وفي واحدة من أشهر التجارب في التاريخ العلمي، طير بنيامين فرانكلين طائرة ورقية عبر عاصفة رعدية لاختبار الفرضية القائلة
بأن البرق ببساطة تيار كهربائي. أدت ملاحظات فرانكلين التجريبية إلى جانب معرفته بخصائص الطاقة الكهربائية إلى اختراع مانعة السواعق ونزع سلاح الآلهة. يشكل الفقر مثالاً آخر في قضيتنا هذه. اعتبرت العديد من الثقافات الفقر جزءاً لا مفر منه من هذا العالم غير المثالي. ووفقاً للعهد الجديد، قامت امرأة قبل وقت قصير من صلب المسيح بمسحه بزيت ثمين قيمته 300 دينار. وبخ حواريو المسيح المرأة لإهدارها مثل هذا المبلغ الضخم من المال بدلا من إعطائه للفقراء، لكن المسيح دافع عنها قائلا: فإن الفقراء عندكم في كل حين، ومتى شئتم تستطيعون أن تحسنوا إليهم، أما أنا فلن أكون عندكم في كل حين. يتفق اليوم عدد متناقص من الناس وعدد متناقص من المسيحيين مع المسيح في هذه المسألة. من الواضح أن الفقر أصبح يعتبر باضطراد مشكلة تقنية قابلة للعلاج. فالفكرة الشائعة هذه الأيام أن السياسات التي تعتمد على أحدث النتائج في مجال الهندسة الزراعية والطب وعلم الاجتماع باستطاعتها أن تقضي على الفقر. بالفعل حرر العديد من أجزاء العالم من أسوأ نوع من الحرمان. فعلى مر التاريخ عانت المجتمعات من نوعين من الفقر: الفقر الاجتماعي الذي يحجب عن بعض الناس الفرصة المتاحة للآخرين، والفقر البيولوجي الذي يعرض حياة الأفراد للخطر بسبب نقص الطعام والمأوى. ربما لا يمكن القضاء على الفقر الاجتماعي، لكن الفقر البيولوجي أصبح في العديد من الدول حول العالم شيئا من الماضي. كان معظم الناس حتى وقت قريب يلامسون خط الفقر البيولوجي، والذي يفتقر الشخص الواحد أسفل منه يفتقر إلى ما يكفي من السعرات الحرارية للحفاظ على الحياة لفترة طويلة. وقد يؤدي سوء تقدير صغير أو سوء حظ إلى دفع أولئك الناس الذين تحت هذا الخط إلى المجاعة. وكثيرا ما أودت الكوارث الطبيعية والمصائب التي من صنع البشر بالسكان إلى الهاوية، متسببة بذلك في وفاة الملايين. تتوفر اليوم لمعظم الناس في العالم شبكة أمان تحميهم، فالأفراد محميون من سوء الحظ الشخصي عن طريق التأمين وبرامج الأمان الاجتماعي التي ترعاها الدولة ومجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وحين تصيب كارثة منطقة بأكملها، فعادة ما تنجح الجهود العالمية في منع الأسوأ، وما زال الناس يعانون أنواعا من حط القيمة والإذلال والأمراض المرتبطة بالفقر. لكن لا يتضور أحدا في معظم البلدان جوعا حتى الموت. في واقع الأمر وفي عديد من المجتمعات يتعرض الناس لخطر الموت من السمنة أكثر من خطر الموت من الجوع. وهنا نعقب على ما أسلف المؤلف هنا من كلام وأشار في بعض النقاط. طبعا إنها وجهة نظر مهمة تسلط الضوء على إمكانات المعرفة الإنسانية والتقدم التكنولوجي لمعالجة القضايا المجتمعية بدلا من المعتقدات والخرافات التقليدية. فإن اعتماد المتدينين على شخصيات تاريخية خرافية في حل القضايا العالمية هو مثال على التخلف والجهل. فإن هذه الأساطير وإن وجدت لم تمتلك الحلول للعديد من المشاكل في عصرها، ناهيك عن التحديات العالمية الحديثة الأساسية. يبدو أن التقدم البشري واكتساب المعرفة الجيدة كوسيلة للتغلب على أي تحد أو عقبة هو الحل. فقد يعد الاعتراف بأهمية الاكتشاف العلمي والابتكار جانبا مهما
من جوانب التنمية البشرية. فيجب رفض التفسيرات الدينية أو الأسطورية للظواهر الطبيعية لصالح الأدلة التجريبية والأساليب العلمية. ونشير أيضا بأن الجهل هو السبب الجذري لمعاناة الإنسان، والمعرفة هي مفتاح التقدم، فإن التفكير النقدي والتفكير المبني على الأدلة وإمكانات التقدم العلمي هو الأنجح لتحسين حياة الإنسان. إن الرغبة في متابعة المعرفة والتقدم التكنولوجي والتقدم المجتمعي هي طبعا رغبة نبيلة، وإن طموح البشرية للتغلب على التحديات وتعزيز حالة الإنسان من خلال الاكتشافات العلمية والابتكارات بدل الخرافات الدينية المتهالكة هو أمر مهم. وكما ذكر المؤلف وأشار في هذا العنوان عن قصة المرأة التي دهنت جسد المسيح بزيت ثمين بدل إنفاق ذلك المال على الفقراء والجوعى، وكيف أن النص الديني المسيحي شجعها على ذلك، مظهرا بذلك كمثال الأيديولوجية الدينية والتي شكلت عقلية المؤمن الأنانية. فنحن نرى المسلمين على سبيل المثال رغم فقرهم ينفقون أموالا طائلة في بناء المساجد والشعائر الدينية التافهة والمكلفة كالحج والعمرة بدلا من إنفاقها حتى على أنفسهم أو على المحتاجين. فنرى مثلا مساجد كالقصور تحيط بها بيوتا من قزدير وشحاذين ومتسولين لا يملكون قوت يومهم. إنها طبعا ثقافة ما بعد الموت، والتي جعلت المجتمعات المؤمنة في أرذل التخلف، مجتمعات مستهلكة فقيرة ماديا وفكريا وعالة على البشرية. نكمل الكتاب. ننتقل إلى عنوان آخر، مشروع جلجامش أو جلجامش. بقيت المشكلة الأكثر إقلاقا وتشويقا والأهم من بين كل المشاكل البشرية التي تبدو غير قابلة للحل، مشكلة الموت نفسه. سلمت معظم الديانات والأيديولوجيات قبل العصر الحديث المتأخر أن الموت هو مصيرنا المحتوم، وعلاوة على ذلك حولت معظم الأديان الموت ليكون المصدر الرئيس لمعنى الحياة. حاول أن تتخيل الإسلام أو المسيحية أو الدين المصري القديم في عالم بلا موت. علمت هذه العقائد الناس أن يتصالحوا مع الموت وأن يعقدوا آمالهم على الحياة الأخرى بدلا من السعي للتغلب على الموت والحياة للأبد هنا على الأرض. كانت أفضل العقول مشغولة بإعطاء معنى للموت ولا تحاول الهروب منه. هذا هو موضوع أقدم أسطورة وصلت إلينا، أسطورة جلجامش في حضارة سومر القديمة، وبطلها هو الرجل الأقوى والأقدر في العالم، الملك جلجامش في مدينة أوروك، الذي استطاع هزيمة أي شخص في المعركة. مات ذات يوم أنكيدو أعز صديقي لجلجامش، فجلس جلجامش بقرب جسده وراقبه لعدة أيام حتى رأى دودة تزحف خارجة من أنفه. في تلك اللحظة استحوذ على جلجامش رعب رهيب واعتزم على ألا يموت أبدا، عليه أن يجد طريقة ما ليهزم الموت. بعدها قام جلجامش برحلة إلى نهاية الكون، قتل فيها أسودا وحارب الرجال العقارب ووجد طريقه إلى العالم السفلي، وهناك حطم عمالقة أورشناب الحجريين ومراكبي نهر الموتى، ووجد أطناب شتيما الناجي الأكثر من الفيضان الأزلي. ومع ذلك فشل جلجامش في مسعاه وعاد إلى وطنه خالي الوفاض بشريا أكثر من أي وقت مضى، لكن كانت بحوزته نتفة واحدة جديدة من الحكمة،
فكيف خلقت الآلهة الإنسان كما تعلم جلجامش؟ جعلت الموت مصيره الذي لا مفر له منه، ويجب على الإنسان أن يتعايش مع الأمر. لا يتخذ مريدو التقدم هذا الموقف الانهزامي، فبالنسبة لرجال العلم ليس الموت مصيرا حتميا، بل هو مجرد مشكلة تقنية. لا يموت الناس بسبب قضاء الآلهة، بل بسبب أعطاب تقنية مختلفة، نوبة قلبية، سرطان أو عدوى، وكل مشكلة تقنية لها حل تقني. فإذا اختلت ضربات القلب فيمكن تحفيزه بجهاز منظم أو استبداله بقلب جديد، وإذا تفشى سرطان فيمكن قتله بعقاقير أو إشعاعات، وإذا تكاثرت البكتيريا فيمكن إخمادها بالمضادات الحيوية. صحيح أننا في الوقت الحاضر غير قادرين على حل جميع المشاكل التقنية، لكننا نعمل عليها. لا يضيع أفضلنا عقلا أوقاتهم محاولين إعطاء معنى للموت، وبدلا من ذلك فهم مشغولون بفحص الأنظمة الفيزيولوجية والهرمونية والوراثية المسؤولة عن المرض والشيخوخة، وهم يطورون أدوية جديدة وعلاجات ثورية وأعضاء صناعية ستطيل حياتنا وربما تقهر ذات يوم حاصد الأرواح ذاته. لم يكن بإمكانك حتى وقت قريب أن تسمع عالما أو أي شخص آخر يتكلم بمثل هذه الصراحة. كانوا يؤكدون هزيمة الموت. ما هذا الهراء؟ نحن نحاول فقط أن نعالج السرطان والسل والزهايمر. تجنب الناس مشكلة الموت لأن الهدف كان بعيد المنال جدا، فلم يوجدون توقعات غير معقولة. مع ذلك فنحن اليوم في موضع يمكن أن نكون صريحين بشأن الموت. المشروع الرائد للثورة العلمية هو منح الحياة الأبدية للبشرية، فحتى لو بدا قتل الموت هدفا بعيد المنال فقد حققنا بالفعل أشياء لم يكن من الممكن تصورها قبل بضعة قرون. في سنة 1199 ميلادية طعن سهم الملك ريتشارد قلب الأسد في كتفه اليسرى. لو حصل ذلك اليوم لكنا قلنا إنه أصيب بجرح بسيط، لكن في سنة 1199 وفي غياب المضادات الحيوية وطرق التعقيم الفعالة أصيب هذا الجرح البسيط بالعدوى وتفشت فيه الغرغرينة، وكانت الطريقة الوحيدة لوقف انتشار الغرغرينة في القرن الثاني عشر هي بتر العضو المصاب، وهو أمر طبعا مستحيل حين تكون العدوى في الكتف. سرت الغرغرينة في جسم قلب الأسد ولم يستطع أحد مساعدة الملك، ومات بعد أسبوعين وهو في معاناة عظيمة. استمر أفضل الأطباء في جهلهم بكيفية منع العدوى ووقف تعفن الأنسجة حتى أواخر القرن التاسع عشر، وفي مستشفيات المعارك الميدانية كان الأطباء يبتورون بشكل روتيني أيادي وسيقان الجنود الذين أصيبوا بجروح طفيفة في الأطراف خوفا من الغرغرينة، وكان البتر وجميع الإجراءات الطبية الأخرى مثل خلع الأسنان تجرى بدون أي دواء تخدير. استخدمت أولى مواد التخدير والكلوروفورم والمورفين، استخدمت بانتظام في الطب الغربي فقط في منتصف القرن التاسع عشر. قبل ظهور الكلوروفورم كان على أربعة جنود أن يثبتوا رفيقهم الجريح فيما يقوم الطبيب ببتر الطرف المصاب بالمنشار. في صبيحة اليوم التالي لمعركة واترلو سنة 1815 كان يمكن رؤية أكوام من الأيادي والسيقان المبتورة في تلك الأيام. غالبا ما أرسل النجارون والجزارون الذين انضموا إلى الجيش ليخدموا في الفيلق الطبي، لأن الجراحة تطلبت أكثر من المعرفة العادية بالسكاكين والمناشير. تغيرت الأمور كاملا في القرنين اللذين تليا معركة واترلو،
أنقذتنا العقاقير والحقن والعمليات الجراحية المعقدة من عدد وافر من الأمراض والإصابات، والتي اعتبرت فيما مضى حكما بالإعدام لا مفر منه، كما أنها حمتنا من آلام ووعكات يومية لا حصر لها، كان الناس يعدونها ببساطة جزءا من الحياة. قفز متوسط العمر المتوقع من حوالي 25 إلى 40 سنة، ليصل إلى حوالي 67 سنة في جميع أنحاء العالم، وإلى حوالي 80 سنة في العالم المتقدم. كانت معاناة الموت الأسوأ في ساحة وفيات الأطفال، فحتى القرن العشرين لم يتمكن ما بين ربع الأطفال إلى ثلثهم في المجتمعات الزراعية من الوصول إلى سن البلوغ. عانى معظمهم من أمراض الأطفال مثل الدفتيريا والحصبة والجذري. في إنجلترا القرن السابع عشر توفى 150 من كل 1000 حديث ولادة في سنتهم الأولى، وكان ثلث جميع الأطفال ميتا قبل أن يصلوا إلى سن 15. أما اليوم فيموت 5 فقط من كل 1000 طفل إنجليزي في سنتهم الأولى، ويموت 7 فقط من كل 1000 قبل سنة 15. يمكننا فهم التأطير الكامل لهذه الأرقام بشكل أفضل من خلال إقصاء الإحصاءات جانبا وسرد بعض القصص. تعد أسرة الملك إدوارد الأول ملك إنجلترا من سنة 1237 إلى سنة 1307، وزوجته الملكة إليانور من سنة 1241 إلى سنة 1290 تعد مثالا جيدا. تمتع أطفالهم بالظروف الأفضل والمحيط الأكثر رعاية الذي يمكن توفيره في أوروبا القرون الوسطى. كانوا يعيشون في القصور ويأكلون الكثير من الطعام كما يحلو لهم، ولديهم الكثير من الملابس الدافئة والمواقد الجيدة التجهيز وإمدادات المياه الأنظف، وجيش من الخدم وأفضل الأطباء. وتذكر المصادر 16 طفلا حملت بهم الملكة إليانور بين سنتي 1255 و 1284 ميلادية. أولا ابنة مجهولة الاسم، ولدت في سنة 1255، توفيت عند الولادة. اثنان ابنة اسمها كاثرين، توفيت إما في سنتها الأولى أو الثالثة. ثلاثة ابنة اسمها جوان، توفيت في سنة 6 أشهر. أربعة ابن اسمه جون، توفي في سنة 5. خامسة ابن اسمه هنري، توفي في سنة 6. سادسة ابنة اسمها إليانور، توفيت في سنة 29. سابعة ابنة مجهولة الاسم، توفيت في سنة 5 أشهر. ثامنة ابنة اسمها جوان، توفيت في سن 35. تاسعة ابن اسمه ألفونسو، توفي في سن 10. عاشرة ابنة اسمها مارغريت، توفيت في سن 58. 11 ابنة اسمها بيرجيريا، توفيت في سن 2. 12 ابنة مجهولة الاسم، توفيت بعد الولادة بقليل. 13 ابنة اسمها ماري، توفيت في سن 53. 14 ابنة اسمها إليزابيث، توفيت في سن 34. 16 ابن اسمه إدوارد، كان أصغرهم إدوارد أول الأولاد الذين نجوا من خطورة سنوات الطفولة، وتسلم العرش الإنجليزي بعد وفاة والده وعرف باسم الملك إدوارد الثاني. بكلمات أخرى، احتاجت إليانور إلى 16 محاولة لتنفيذ المهمة الأساسية لملكة إنجليزية، وهي تقديم وريث ذكر لزوجها.
لابد أن والدة إدوارد الثاني كانت امرأة تتمتع بصبر وثبات استثنائيين. لم تكن كالمرأة التي اختارها إدوارد الثاني لتكون زوجة له إيزابيلا الفرنسية، والتي تآمرت لقتله حين كان في 43. على حد علمنا كان الزوجين إليانورا وإدوارد الأول زوجين صحيحين، ولم يمررا أمراضا وراثية قاتلة إلى أطفالهما، ومع ذلك توفى 10 من أصل 16، أي 62% خلال مرحلة الطفولة، وتمكن 6 منهم فقط من العيش بعد سن 11، وعاش 3 منهم فقط، أي 18% إلى ما بعد 40. بالإضافة إلى هذه الولادات، انتهى عدد من ولادات إليانورا على الأرجح بالإجهاض. وفي المتوسط فقد إدوارد وإليانور طفلا كل 3 سنوات، 10 أطفال واحدا تلو الآخر. يكاد يكون من المستحيل بالنسبة لآباء اليوم أن يتصوروا مثل هذه الخسائر. كم من الوقت سيستغرق مشروع جلجامش البحث عن الخلود حتى يكتمل؟ 100 سنة؟ 500 سنة؟ أم 1000 سنة؟ حين نتذكر كيف أننا كنا نعرف القليل عن جسم الإنسان في سنة 1900 ميلادية، ومدى المعرفة التي اكتسبناها في قرن واحد، فهناك سبب للتفاؤل. تمكن المهندسون الوراثيون مؤخرا من تمديد متوسط العمر المتوقع لدودة الربداء الرشيقة إلى 6 أضعاف. فهل يمكنهم فعل ذلك الشيء مع الإنسان العاقل؟ يقوم خبراء تقنية النانو بتطوير نظام مناعة تقني حيوي يتكون من ملايين الروبوتات النانوية التي ستسكن أجسامنا وتفتح الأوعية الدموية المسدودة وتحارب الفيروسات والبكتيريا وتقضي على الخلايا السرطانية وتعكس عمليات الشيخوخة. ويقترح قلة من العلماء المهمين أنه بحلول سنة 2050 ميلادية سيصبح بعض البشر عصيين على الموت، لا خالدين لأنهم قد يموتون بسبب بعض الحوادث، بل عصيين على الموت، أي أنه يمكن أن تمتد حياتهم في غياب الحوادث المميتة إلى أجل غير مسمى. وسواء أنجح مشروع جلجامش أم فشل، فمن الرائد من منظور تاريخي أن نرى أن معظم الديانات والأيديولوجيات الحديثة المتأخرة أقصت الموت والحياة الأخرى فعلا إلى خارج المعادلة. فحتى القرن 18 اعتبرت الديانات الموت وما بعده أمرا مركزيا لمعنى الحياة، وبدءا من القرن 18 فقدت الديانات والأيديولوجيات مثل الليبرالية والاشتراكية والنسوية فقدت كل الاهتمام بالحياة الأخرى. ما الذي سيحدث بالضبط لشيوعي بعد أن يموت؟ ماذا سيحدث لرأسمالي؟ وماذا سيحدث لنسوية؟ من العبث البحث عن إجابة في كتابات ماركوس أو آدم سميث أو سيمون دي بوفوار. والقومية هي الأيديولوجية الحديثة الوحيدة التي ما تزال تمنح الموت دورا مركزيا، طبعا في لحظاتها الأكثر شاعرية ويأسا. تعيد القومية بأن كل من يموت من أجل الأمة سيعيش خالدا إلى الأبد في الذاكرة الجمعية للأمة. ومع ذلك فإن هذا الوعد غامض إلى درجة أنه حتى أشد القوميين إيمانا لا يعرفون حقا ما يجب أن يستخلصوا منه. الصاحب المتلاف للعلم. نعيش اليوم في عصر تقني، يعتقد الكثيرون بأن العلم والتقنية يحملان الإجابات لجميع مشاكلنا. يتوجب علينا فقط أن ندع العلماء والتقنيين يواصلون عملهم وسوف يخلقون الجنة هنا على الأرض، لكن العلم ليس مشروعا يحدث على مستوى روحي أو أخلاقي أعلى
من بقية الأنشطة البشرية. فمثل جميع أجزاء حضارتنا الكبرى، يتشكل العلم بالمصالح الاقتصادية والسياسية والدينية. تعد العلاقة مع العلم مكلفة للغاية. يحتاج عالم أحياء يسعى لفهم جهاز المناعة البشري إلى مختبرات وأنابيب اختبار ومواد كيميائية ومجاهر إلكترونية، ناهيك عن مساعدين وكهربائيين وسباكين ومنظفين. ويجب على خبير اقتصادي يسعى إلى وضع نماذج لأسواق الائتمان أن يشتري أجهزة كمبيوتر وينشئ قواعد بيانات عملاقة ويطور برامج معقدة لمعالجة البيانات. ويجب على عالم آثار يرغب في فهم سلوك الصيادين الجامعين الغابرين أن يسافر إلى أراض بعيدة وينقب في الأطلال القديمة ويؤرخ عظاما متحجرة ومصنوعات يدوية، وكل هذا يكلف المال. حقق العلم الحديث عجائب خلال 500 سنة الماضية، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى استعداد الحكومات والشركات والصناديق المالية والممولين الأفراد لتخصيص مليارات الدولارات للبحث العلمي. حققت هذه المليارات الكثيرة لرسم خارطة الكون ومعرفة كوكبنا، وفهرست مملكة الحيوان أكثر مما حققه غاليليو وكريستوفر كولومبوس وداروين. لو لم يولد هؤلاء العباقرة أبدا، فمن المحتمل أن تحدث تبصراتهم للآخرين. لكن لو لم يتوفر التمويل المناسب، فلم يكن بإمكان أي تألق فكري أن يعوض عنه. فلو لم يولد داروين على سبيل المثال، لكنا اليوم نعزو نظرية التطور إلى ألفريد راسل وولاس، الذي توصل بعد داروين بسنوات قليلة إلى فكرة التطور من خلال الانتقاء الطبيعي. لكن لو لم تمول القوى الأوروبية بحوث الجغرافيا وعلم الحيوان وعلم النبات في جميع أنحاء العالم، فلا داروين ولا وولاس كانا سيملكان البيانات التجريبية الضرورية لوضع نظرية التطور، ومن المحتمل أنهما لم يكونا ليحاولا حتى. لماذا بدأت المليارات في التدفق من الحكومة والشركات لتصب في خزائن المختبرات والجامعات؟ هناك الكثير من السذج في الأوساط الأكاديمية، من الذين يصدقون بوجود علم مجرد، فيما يعتقدون أن الحكومة والشركات يمنحونهم المال بإيثار ليقوموا بالمشاريع العلمية التي تعنى لهم. لكن هذا بالكاد يصف حقيقة تمويل العلم. تمول معظم الدراسات العلمية لأن هناك من يعتقد أنها يمكن أن تساعد في تحقيق بعض الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو الدينية. فعلى سبيل المثال، ضخ ملوكا ومصرفيون موارد هائلة في القرن السادس عشر لتمويل البعثات الجغرافية حول العالم، لكن لم ينفقوا قرشا واحدا لدراسة سيكولوجية الطفل. والسبب وراء هذا هو أن الملوك والمصرفيين حدثوا بأن معرفة جغرافية جديدة ستمكنهم من احتلال أراضي جديدة وإقامة إمبراطوريات التجارة، في حين أنهم لم يستطيعوا رؤية أي فائدة من فهم سيكولوجية الطفل. في الأربعينيات من القرن العشرين، قامت حكومتا أمريكا والاتحاد السوفيتي بتمويل دراسة الفيزياء النووية بدلا من علم آثار الأعماق. حدثوا أن دراسة الفيزياء النووية ستمكنهم من تطوير أسلحة نووية، بينما لم تساعدهم الآثار المغمورة تحت المياه على الأرجح في ربح الحروب. لا يدرك العلماء دائما المصالح السياسية والاقتصادية والدينية التي تتحكم في تدفق الأموال لغرض البحث العلمي. ويشتغل العديد من العلماء في الحقيقة بدافع الفضول العلمي المجرد، ومع ذلك فنادرا ما يملي العلماء الأجندة العلمية.
حتى لو أردنا تمويل العلوم المجردة غير المتأثرة بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الدينية، فسيكون ذلك مستحيلا، فمواردنا محدودة بعد كل شيء. أطلب من عضو كونغرس تخصيص $1,000,000 إضافي لمؤسسة العلوم الوطنية من أجل البحوث الأساس، وسيسأل بشكل مبرر ما إن لم يكن من الأفضل استخدام ذلك المال في تدريب المعلمين أو لتغطية ضرائب مصنع متعثر في منطقته. يجب في سبيل توجيه الموارد المحدودة أن نجيب عن أسئلة من قبيل: ما هو الأهم وما هو الجيد؟ وهذه ليست أسئلة علمية. يمكن للعلم أن يفسر ما يوجد في العالم وكيف تعمل الأشياء وماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، لكنه بالتعريف لا يملك أي مطامح لمعرفة كيف يجب أن يكون المستقبل. الأديان والأيديولوجيات هي وحدها فقط التي تسعى للإجابة على هذه الأسئلة. فكر في المأزق التالي: قدم اثنان من علماء الأحياء يعملان في نفس القسم ويمتلكان نفس المهارات المهنية، طلبا للحصول على منحة $1,000,000 لتمويل مشاريع بحوثهما الحالية. يرغب البروفيسور سولغورن بدراسة مرض يصيب أذرع الأبقار، ما يتسبب في انخفاض إنتاج الحليب بنسبة 10%، بينما ترغب البروفيسورة سبورت بدراسة ما إذا كانت الأبقار تعاني عقليا عندما تفصل عن عجولها. على افتراض أن مبلغ المال محدود وأنه من المستحيل تمويل كلا المشروعين، فأي مشروع ينبغي تمويله؟ لا توجد إجابة علمية لهذا السؤال، لا توجد سوى إجابات سياسية واقتصادية ودينية في عالم اليوم. من الواضح أن سولغورن لديه فرصة أفضل للحصول على المال، ليس بسبب أن مرض الأذرع أكثر إثارة للاهتمام العلمي من عقلية البقر، لكن بسبب أن صناعة الألبان التي ستستفيد من البحث لها نفوذ سياسي واقتصادي أكبر من لوبي حقوق الحيوان. ربما يكون للبروفيسورة سبورت فرصة أفضل في مجتمع هندوسي صارم حيث الأبقار مقدسة، أو في مجتمع ملتزم بحقوق الحيوان، لكن ما دامت تعيش في مجتمع يقدر الإمكانات التجارية للحليب وصحة مواطنيه البشر أكثر مما يقدر مشاعر الأبقار، فمن الأفضل أن تكتب اقتراحها البحثي بحيث تستند على هذه الافتراضات. يمكنها أن تكتب على سبيل المثال أن الاكتئاب يؤدي إلى انخفاض إنتاج الحليب، وإذا فهمنا الجانب العقلي للأبقار الحلوب فسنتمكن من تطوير دواء نفسي من شأنه تحسين مزاجها، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج الحليب بنسبة 10%، وهناك سوق عالمية سنوية تقدر $250,000,000 للأدوية النفسية المخصصة للبقر. لا يستطيع العلم تحديد أولوياته الخاصة، وهو غير قادر أيضا على تحديد ما يجب عمله بمكتشفاته. فعلى سبيل المثال، من غير الواضح من وجهة نظر علمية مجردة ما يجب علينا القيام به مع زيادة فهمنا لعلم الوراثة. هل يجب علينا أن نستخدم هذه المعرفة لعلاج السرطان أو لخلق عرق من الإنسان الأعلى المهندس وراثيا، أو لهندسة أذرع أبقار الحليب وجعلها فائقة الحجم؟ من الواضح أن حكومة ليبرالية وحكومة شيوعية وحكومة نازية ومؤسسة تجارية رأسمالية ستستخدم نفس الاكتشاف العلمي لأغراض مختلفة تماما، وليس هناك سبب علمي لتفضيل استخدام على آخر. باختصار، يمكن للبحث العلمي أن يزدهر فقط بتحالف مع دين أو أيديولوجية ما تبرر الأيديولوجية تكاليف البحث، في المقابل تؤثر الأيديولوجية على الأجندة العلمية
وتحدد ما يجب القيام به مع المكتشفات. لذا فليس كافيا من أجل فهم كيف وصلت البشرية إلى ألاماغوردو وإلى القمر بدلا من العديد من الوجهات البديلة. التعرف على إنجازات علماء الفيزياء وعلماء الأحياء وعلماء الاجتماع يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار القوى الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية التي شكلت علوم الفيزياء والأحياء والاجتماع ودفعتها في اتجاهات معينة مهملة اتجاهات أخرى. تستحق قوتان على وجه الخصوص اهتمامنا، الإمبريالية والرأسمالية. فحلقة التغذية الراجعة بين العلم والإمبريالية ورأس المال قد تكون هي المحرك الرئيس للتاريخ في 500 سنة الماضية، وتحلل الفصول التالية أعمال هاتين القوتين. أولا سننظر كيف ربط المحركان التوأمان العلم والإمبريالية ببعضهما البعض، ثم سندرس كيف ربط بمضخة المال الرأسمالية. أعزائي، وهنا نكون قد أنهينا هذا الجزء. نلقاكم في جزء قادم وهو بعنوان زواج العلم بالإمبراطورية. إلى هناك نلتقي، دمتم بخير.